درنا تاك البريوش ديك الخبيزات حتى هما جاو زوينين فيهم جوج زليب ديال الدقيق الابيض بيضه واحد الفاني ثلاثه معالق كبار ديال الزيت وجوج معالق كبار ديال الزبده خماره ديال الحلوه والخميره تاع الدار ومعلقه عامره بحليب غبره ونص كاس ديال سنينه نعاود المقادير تفضلي جوج زليب ديال الدقيق الابيض وواحد البيضه شويه ديال الملح فاني ثلاثه معالق كبار ديال الزيت جوج معالق كبار ديال الزبده خماره ديال الحلوه خميره ديال الدار ومعلقه عامره بحليب ديال الغبره ونص كاس ديال السنيده ونص كاس السنيده هي كنخلط هاد المكونات كاملين ونزيدو الماء دافي كندلكوها مزيان العجينه تكون رطبه مزيان كنحي نهزوها نجيبو الكوكوط ديالنا ندهنوها بالزيت ونحطو العجينه ديالنا ملي نحطوها نزيدو عليها معلقه ديال الخل نسيت ما قلت الخميره ديال الزبده هي الاخرى كدلكها مزيان تزيد جوج معالق ديال الزبده ندخلهم فيها باش كتجي رطبه ملي كنديروها في الكوكوط كنزيدو عليها معلقه ديال الخل كنكبو ديك المعلقه ديال الخل من الفوق من العجنه ما والو مازال ونسدو الكوكوط ديالنا راه هي كتشرب هذيك المعلقه ديال الخل صافي كنخرجوها من الكوكوط كنحيدو لها داك الهواء ديالها وكنقطعو راه عطاتني 8 ديال الكويرات ايه كنحطهم ونخليهم يرتاحوا شويه ونبسطهم شويه بيدي يدي فيها الزيت بحال كنقرصهم ولكن ما نرققهمش ونخليهم ثاني تيخمروا وناخذ شويه ديال الحليب ندير لي شويه ديال القهوه السريعه الذوبان وندهنهم بهم كاملين ونشعل الفران ديالي يكون سخون وندخلهم ونرد لهم البرد دغيا كيطيبوا وبالصحه والراحه الله يعطيك الصحه لا ملكه تبارك الله عليك صافي مبقاش لنا الوقت ماشي مشكل الله يعطيك الصحه تبارك الله مرحبا بك دائما